بيتشا إلى أرضية الميدان. مدافع صربي يأخذ مكانه في أرضية الملعب ميلان جايتش. هو أول البدلاء في هذا اللقاء عوضا عن زميله ريناتو ستيفان. تبديل بطابع دفاعي، خروج لاعب وسط ميدان ودخول لاعب مدافع ميلان جايتش. 27 عام، انتقل من فريق زيورخ في الموسم الماضي لفريق يونغ بويز، ولعب معارم بالمناسبة في 2011 مع جروس هوبرز عارو زيورخ. تالي أيضا يواجه فريق يعرفه تماما، فريقه السابق الذي لعب له في 2011 كلاعب معار. اقترب من انتصاف الشوط الثاني. الإعادة مرة أخرى فيها شكة الكرة بعض الشيء، لكن خط الوهمي يظهر بالفعل تسلل على محمد عبد المنعم. تبديلين اثنين لجروس هوبرز وتبديل وحيد ليونغ بويز. تراشي